سنخرج إلى فاصل موسيقي، ولكن بعد الاستماع إلى أستاذ على المستوى الشخصي رئيس نادي أدب رود الفرج الأستاذ حاج عبد الغني. مساء الخير عليكم. الشاعر على المنصة نرجو الإنذار، كل هذا من وقت الآخرون. آخرين مش هتفرق، المهم إن المعنى واصل. أنت جاي هذه الليلة مشرقة، ليلة يكتمل فيها البدء، ليلة نستمع ونستمتع بشاعر من شعراء مصر الفصلاء، شاعر صديق تاريخي، شاعر دابوش سيد، بيني وبينه من المعرفة تقريبا أكثر من نصف أعمارنا، ولأني أحبه ولأني أحبكم أكثر سوف أستغني طواعية عن دور الشعر، وكنت أتمنى أن تكون الليلة خالصة في الشعر له، فنستمع له فقط ونستمع إلى الموسيقى، لكن لأنه محب لنا جميعا أراد أن يشركنا معه في الفرحة. لدينا أعياد كثيرة، لكن العيد الأزهر الأبقى على مستوانا الشخصي أن بيننا دروش. دروش سيد من ميزاته الفنية أنه شاعر متنوع، يعني منذ أن عرفته كفينا من الثمانينات القرن الماضي، وأنا كل مرة ينوع في أدائه ويغير موضوعاته ويغير طريقة بناء صوته، فهو شاعر بسيط وتلقائي، بتحس إن هو ما بيبذلش جهد في بناء نصوصه، لكن وراء هذه البساطة ووراء هذه المهارة الشديدة جهد وتعب معرض يشبه جهد وتعب ذلك الموسيقى الذي لا تحس معه انه لا يفعل شيئا مع انه يدهشك ويبكيك ويضحكك في نفس الوقت. المهاره العظيمه التي هي وراء الجهد الكبير الذي يفعله.